السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا محول تيار مستمر متردد يناسب أغلب الأجهزة مع منفذ USB، سعره 28 ريال مع التوصيل. وطبعا يختلف سعره من شركة إلى شركة أخرى حسب الجودة طبعا، ومقدار الواط 30. طبعا هذه علبتها الآن. طبعا هذا المنافذ تقدر تشبك يعني 6 منافذ. طبعا الموجب اتوقع انه الكبير، يعني لما نلاحظ الفتحة او يعني عبارة عن خطين او شيء زي كذا. هذه ما أدري وش القطعة، ليت تشرحون لي إياها بالوصف، اللي عنده خبرة أو شيء يكتبها الناس تستفيد. طبعا هذا المحول، وهنا نلاحظ عندنا هنا 3 فولت، 4.5، 5، 6، 7.5، 9، و12 فولت. تقدر تغير على حسب الجهاز الموجود عندك، إذا تحت 3 أو 4.5 أو إلى آخره يعني. وهذا المنفذ اللي نقدر نشبك الرأس المناسب للجهاز اللي نبيه. طبعا هذا منفذ USB، وهنا أنا بحطه على 12 فولت. راح نجربه احنا وياكم على الجهاز، بس كل ما عليك بس بسكرو معين انك تحول الفولتية على المطلوب يعني. طبعا هذه الرؤوس انا بختار هذا، لان انا عندي جهاز DVR وبركبه، يعني هو مقداره 12 فولت. لاحظ ان فيه خطين، فيه او عودين، عود عريض وعود يعني سخيف. اتوقع العريض هو الموجب، ويعني لا تخاف، في المنفذ هذا العريض واضح يعني. طبعا العريض مع العريض والسخيف مع السخيف يعني. تمام، ركب. الان راح نجربه. ركبنا على الفيش، الآن ركب تيار. تمام، اشتغل معنا. الآن نجرب USB، شبكناه. الآن نشحن على الجوال. تمام، شكرا لكم على المشاهدة. وفي نهاية المقطع لا تنسى قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات.